مرحبا شباب في فيديو جديد مستكملين من دروس ما بدأنا من دروس الإكسل. اليوم سوف نريكم يعني طريقة يعني الكتابة وعمل جدول وكذلك إعطاء التنسيقات لهذا الجدول خلال برنامج الإكسل. إذا نكتب على هذا الشكل نوم برينوم على سبيل المثال، نكتب بري توتال للإشارة. يعني الإكسل يعني كيخدم بزاف في الجداول والإحصاءات وكيخدموا بالشركات بزاف. إذا نضغطوا مثلا نكتبوا أسماء على أشكال، يعني فقط نعطيه جمالية أو الفهم المعنى من هذا الدرس. أمين سليم نكتبوا بسرعة. أتمنى أنكم تشتركوا معنا في القناة وتدعمونا يعني مزيد من يعني الكورسات والفيديوهات التعليمية الرائعة. فقط هذه يعني البداية فقط، يعني حاولنا البدء ببرنامج الوورد، يعني كان حلقات في القناة على الوورد. كذلك غادي ندرسوا برنامج الإكسل، ندوزوا عاود الكورسات أخرين إن شاء الله. نديروا الأرقام هنا على تشكيل 1500 نخدم معنا مزيان. نديروا مثلا بري أو الصالير، يعني فقط هذه مثال. ندير هنا توتال، خلو التوتال نمحوها، خلو غير البري. مثلا إلا بغينا نزيدو مثلا كما تلاحظوا دابا هذا الجدول ديالنا غير مؤطر، ديروا له مثلا تقطيع سيليكسيوني الصوغي او الفاره. غادي نجيو لهذا الخيار هذا، نهبطوا لاسفل مره اوتخ، غادي نضغطوا على اوتخ، نستناو يطلع لنا يعني قناه الخيار. كما تلاحظوا هو يشتغل، طلعنا هذه الواجهه هذه. غادي نضغطوا على هذه الخيارات هذو ثلاثة بهم كما كتلاحظوا، عطاتنا هنا بأن التأطير ديال الجدول. غادي نضغط أوكي، كما كتلاحظوا عطاتنا خطوط يعني تقسيم الجدول. غادي ندير تنسيقات أخرى، مثلا على غادي نقوم بتغيير يعني حجم الخط واللون، اللون الخلفية على هذا الشكل. غادي ندير هذا اللون أصفر. كذلك عاون سيليكسيوني، دائما سيليكسيوني مهم يعني لإدخال الخيارات او التعديلات. اذا على هذا الشكل الجدول ديالنا. غادي ندير مثلا هنايا غادي ندير توتال، نكتب توتال، غادي نخلي هذه تساويه باش ندير توتال. نعاود نرجع لذاك الخيار كما كتلاحظوا، تطير الجدول، نضغط على هادو اوكي، ها الجدول ديالي تم التأطير ديالو. غادي نقوم بالتلوين كذلك من هنا نفس الخيارات، كذلك هذه الخيارات موجودة في الوورد. اذا في الاكسل تأتينا على هذا الشكل. اذا هذا هو الجدول ديالنا، قمنا بتنسيق واعداد الجدول بطريقة اخرى ان شاء الله. وفي فيديو قادم سوف نريكم طريقة الحساب. شكرا لكم على المشاهدة، وما تنساوش الاشتراك والدعم واللايك.